عسلامة، مرحبا بك. اليوم باش نراو الكتابوليزم تاع لي بولين. دونك هات نقولوا انه عندنا كعبه اديان ولا ايران باش نفركوهم. دونك علاش باش نفركوهم؟ مثلا هات نقولوا انك في سيلول تاع البنكرياس، والسيلول تاع البنكرياس هذه تصنع الانسولين. دونك عندها الايران تاع الانسولين في السيتوبلازم نتاعها، دونك قاعده تصنع في الانسولين. توا سي بون، ما عادش حاجتي بالانسولين. دونك سي بون، ما عادش حاجتي به. دونك هيك الايران نتاع الانسولين لازمني نفركو، ما عادش حاجتي به. دونك افكتيفمون باش نفركو وباش نخرج منه القطايع نتاعو اللي هما دونك الجي ام بي والاي ام بي، هما اون فيت لي بولين اللي موجودين في الايران هذاك. دونك هذا هو اش عملت. دونك اين فوا خرجت الجي ام بي والاي ام بي، توا لازمني نتصرف فيهم، ما نخليهمش هكاك. دونك الجي ام بي كيفاش باش نتصرف فيها؟ الجي ام بي دونك باش نحي منها الريبوز والفوسفات باش نصنع الجوانين. كتتذكر الجي ام بي هي دونك متكونه من باس وريبوز وفوسفات. دونك كي نحي ريبوز وفوسفات باش يقعد لي الجوانين اللي هو الباز. دونك هذا في الجي ام بي. توا في الاي ام بي الحكايه مختلفه. كيفاش الاي ام بي باش نعديها بانزيم اسمها الادينوزين دي اميناز باش نصنعوا الاينوزين. كانت تتذكر الاينوزين ان فوا نزيدها جروب مو امين تولي اي ام بي. دونك العكس صحيح، اذا كان اي ام بي نحي جروب مو امين باش نصنع الاينوزين اللي هي نيوكليوزيد. نيوكليوزيد معناتها السكر ولصق بها الباز. الباز نتاع الاينوزين هي الايبوكسانثين. دونك هذه الفكره شنو هي. دونك سي بون صنعنا الاينوزين. توا هالاينوزين باش نخرج منها الباز نتاعها اللي هي الايبوكسانثين. هذه هي دونك وين وصلنا. دونك هذه المحطه نتاعنا تو وصلنا صنعنا الجوانين والا الليبوكسانثين. تو باش نتصرف فيهم، وتو باش يختلف كيفاش نتصرف فيهم. هات نقولوا انه هكا الاي ار ان نتاع الانسولين فركتو. دونك فركتو القطايع وصلت صنعت الجوانين والليبوكسانثين، ولكن السيلول نتاعي ديما تستحق هالقطايع هذوما باش تعود تصنع ديزايرين اخرين وديزاديين اخرين تستحقهم لروحها. دونك وقتها شنو مشي تعمل السيلول هذه؟ باش تشد الجوانين والايبوكسانثين باش ترسكلهم. كيفاش باش ترسكلهم؟ دونك باش تشد الجوانين والايبوكسانثين تزيدهم البي ار بي بي. دونك هذاك الريبوز كانت تتذكر فوسفوريبوز بيروفوسفات باش تزيدهم باش تعوض تصنع الجي ام بي والاينوزين. دونك كوم كوا عملنا الريفرس نتاع اللي عملناه الساعه. دونك قلبنا الشيء بالعكس. دونك هذا اش عملنا. اسم الانزيم اللي تعمل الشيء هذايا هي الايبوكسانثين جوانين فوسفو ريبوزيل ترانسفيراز اللي هي الابريفياسيون تاعها اتش بي ار تي. دونك الانزيم هذه اسمها على جسمها باش تشد يا اما ايبوكسانثين يا اما جوانين باش تترانسفيري لهم. دونك ترانسفيراز كعبة فوسفو ريبوزيل. دونك هذه هي شنو هي الفكره. دونك سي بون توا رسكلنا جي ام بي وانوزين. دونك توا باش نكملوا رسكلوهم باش نصنعوا منهم جي تي بي والاي تي بي. وجي تي بي والاي تي بي نجمو نعاودو نستعملوهم باش نصنعو الاديان والايرن. هذه هي الفكره شنيا. دونك هذه كلها رسكله نتاع الحكايه. دونك هذه زعما ديجا فوا نتاع ريكوبيراسيون. فوا نتاع ريكوبيراسيون وين نقعدو نرسكلو في لي بولين نتاعنا. باه دونك توا هات نقولو انو السيلول دونك فركت هذاك الايرن نتاع الانسولين اللي ما عادش تستحقو، ما عادش تستحق انسولين السيلول، ولكن هالجوانين وهالايبوكسانثين زايدين على الحاجه اللي السيلول ديجا معبيه. دونك ما عادش تستحق اكثر بولين. وقتها شنو باش تعمل؟ باش تشد هالجوانين والايبوكسانثين باش تيليمينيهم باش تخرجهم. كيفاش؟ دونك هالجوانين والايبوكسانثين باش يتحولوا. اول حاجه ايبوكسانثين باش نحولوه لكزانثين بالاكسيون تاع انزيم اسمها لكزانثين اوكسيداز. كيف كيف الجوانين باش يتحول للاكسانثين انزيم واحده اخرى. دونك اون فوا وصلنا صنعنا الاكسانثين باش نعديوه على نفس الانزيم الاكسانثين اوكسيداز باش نصنعوا الاسيد اوريك. والاسيد اوريك اسمه على جسمه باش نطيشوه في اليورين. دونك اسيد اوريك. دونك هذه هي في فينالمون الفوا نتاع الاكسكريسيون نتاع ليبولين. كيفاش ليبولين نوصلوا نخرجوهم من البدن نتاعنا. هذا بالطبيعة يصير إذا كانك عندك إكسي بالزيت. دونك هذه هي الفكرة شنية. دونك هذه السيونس اليوم. إن شاء الله نكون عاونتك.